هذا تشوفونه الجميل الرائع، هذا نوع من انواع الثيل كنا كراث، جميل جدا من احسن ما يكون. شوفوا المنطقة كيف جمالها، هذا هو شفتوه نفس الكراث كذا، لكنه جميل ويحصاد من احسن ما يكون. وهذا نشوفهن البرسوبس مدمر، طبعا قصينه معتنين فيه، لكن يا جماعة شكله غلط، فيه بديل عنها الغاف أفضل منه مليون مرة، ولازم تقصه، وما قصصته طاح، يعني أي هواء أي عجة طاح وبهذل، ولا يعتبر جذعة من أقوى جذع، شجرة أيضا ضخمة.